اقول لك ستون تشمركت لك لا تتحرك منا لك انت سويت بي تمرتني تتمير شامل لك تمرتني حرام عليك شنو يعني البرلمانيين احسن مني يعني هذا انا لما سالتك اي اصعب تروحي على لقاء انه انترفيو ولا تمثيل لا طبعا تمثيل لانه بيطلب منه الواحد طاقه بعدين طبعا الصوت بينبح يعني من الممثلات اللي احب الشخصيات المركبه يعني لما تلاقيني في شخصيه واحده ل 30 مسلسل 30 حلقه عفوا تلاقيني بشخصيه واحده نورمال يعني شخصيه طبيعيه اظل بها اتعب في حتى اوصل الفكره صح نعم كممثله لكن استمتع بالادوار الاصعب الادوار اللي تتطلب بها تغيير صوت تغيير كاركتر تغيير لوك تغيير حركه يعني التمثيل داخل تمثيل فاستمتع فيه اكثر ميس اي اصعب الادوار التراجيديا ولا لا هدول الكاركترات اللي بتكون الشخصيات فيهم مركبه مثل ما حكيتي عم تجسدي شخصيه بقلب تمثيل لا الشخصيات المركبه والشخصيات اللي فيها كوميديا وهذا يعني تمثيل اضافي يعني الاصعب طبعا هو من السهوله الان يعني التلفزيون مهامه ايضا صعبه لكن من السهوله تجيبين ممثل جديد لما يخلق بالحوار ممكن يعيد لكن الكوميديا سلاح ذو حدين يعني يا اسود يا ابيض خلينا نحكي ما يسع هالصور شوفي هاي الصوره وين هاي الصوره في برنامج نجوم الظهر مع الغالي أوس الشرقي وأسامة الشرقي وعلي جابر حلو حبيبتي الماكيرة الرائعة من سوريا سوسن كمل ماز والغالي على قلبي ماجد ياسين في مسلسل من إنتاج قناة الشرقية جحا الفيدرالي وهذا العمل قدمته في سوريا مونودراما مسرح أثناء المشهد يختطفون بنتي وهو كان من أهم الأعمال المسرحية مونودراما أول عمل إلي تميزت كثير على خشبة المسرح نعم هذا العمل من ما تلحقوه الحكومات وأعدي فيه العفو هذا العمل من أنباع الوطن وأؤدي فيه شخصية حجية روبا هذا عمل مسرحي هو آخر عمل مسرحي تراجيدي جاد اسمه خريف الجنرالات آخر عمل مسرحي قدمته في بغداد سنة 2006 حلو حبيبي الله يرحمك يا سيد راضي الله يرحمك هذا عمل في القاهرة قدمت عمل مسرحي اسمه نيولوك على مسرح الزمالك من إخراج الفنان الراقد الله يرحمه السيد راضي الله يرحمه هاي الصورة نفسها وهذا عمل يما بغداد في سوريا مع الفنان المبدع حسام الرسام اللي يحمل عنوان يما بغداد هاي ما اعرفه لا انا نادين اعتقد هذا اللوكيشن مال ام ستوري هاي مو على الهواء هاي لا على الهواء حاتم العراقي نعم هاي الصورة مع الفنان المبدع حاتم العراقي أيضا في الإمارات كان عندنا عمل مسرحي وهذا هاي الصورة في بلودان كنا نقدم برنامج كاريكاتير أوكي صورتوا كثير أعمال بسرعة أي نعم وهاي الصورة مع الفنان الكبير محمد صبحي في بغداد كنا نعمل مسرحية شمخي في سيدني ببغداد نعم وهذا حبيبي الغالي 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 سعد خليفة أوجه له تحياتي وأقول له أنا متألمة لأنه أنا مو وياكم بالجزء الثاني في أكبر كذاب حاليا هو بمصر أوجه له تحياتي وهو الأقرب لقلبي هذا مسلسل أبو حقي أؤدي فيه كاركتر غير مع الفنانة المبدعة فوزية حسن
لا اعتقد كرسي تمليك. كرسي تمليك. طيب ست ميس حنشوف مقطع من ام ستوري. ام ستوري وبنرجع. اوكي. شفتي؟ فهذا هذا عليك اجت ام ستوري. كل يوم اطيح حظك اليوم. ست ميس اعطينا ام ستوري معصبه. معصبه. ستوري دائما معصبة كنا عم نقول. أم ستوري تتأثر بأي شيء لن تفقد عنصر الجمال وبس هي تحب يعني تساعد تصلح يعني تنقهر على الآخر. عندها حس إنساني مميز لكنه شكلها هذا الغالب عليها فتتأثر أحيانا تلقيها تبكي تقول أني ما حد تقدم لي بس ربيت ابن أختي يعني عندها حس إنساني نوعا ما. طيب ميس خلينا نحكي شوي عن عمل مين مين المفروض طبعا حينعرض ان شاء الله برمضان على الشرقية. العمل درامي بحت. نعم. يعني ما بدنا نحكي كثير على تفاصيله ونحرقه بس هي التجربة. والله أنا متوقعة لعمل مين مين أصداء عالية جدا أقوى من أصداء إعلان حالة حب. لكون العمل ينتقد وينتقي لمسائل اجتماعية لم تطرق في الدراما العراقية. ممكن قد طرقت في أحد الأعمال العربية لكن غير متابعة كانت. لكن احنا الآن طرقنا لمسألة اجتماعية مهمة جدا ومميزة. نعم راح تشوفين من خلال هذا العمل. طبعا انا ما اريد افسد متعه المشاهده واتكلم بالاحداث بس لازم نعطي هيك لكن عمل ميم ميم هو انتقاله في الدراما وعمل مهم جدا في تاريخ الدراما بوعي مخرجه والنضوج الفكري والذهني لمخرجه المبدع الفنان الكبير الاستاذ حسن حسني والقائمين على هذا العمل. صدقيني راح يطلع بمستوى مهم جدا وفنانين مبدعين. القلم ايضا لعب دور كبير بمثل هكذا موضوع. عمل ميم ميم امثل فيه شخصيه تراجيديه جاده جدا. راح تلاقيني بوزن معين وزني 65 كيلو. الآن أنا زدت 10 كيلو عشان المسلسل العربي فتلاقين بطريقة مختلفة حتى في الأداء. كنت حريصة أظهر للمشاهد بلوك جديد بأسلوب تمثيل جديد. هذا الحس الإنساني العالي بالمسلسل الموجود. طبعا كل شخصية كاركتر ولأول مرة في مسلسل عراقي في بطولة نسائية مطلقة لجميع الشخصيات النسائية. يعني احنا ما شهدنا بأعمالنا في بطولة نسائية مطلقة لكل شخصية نسائية. في هذا العمل راح تشوفين كل الشخصيات النسائية هي بطلة في هذا المسلسل. بطولة جماعية. بطولة جماعية. وكانوا رائعين الأستاذ طه علوان، الست ليلى محمد، الست آسيا كمال ووفاء حسين ونجوم عمالقة. طبعا نحن عم نترقب هذا العمل وناطرين نشوفه ونشوف هاي الكوكبة من النجوم. ميس قمر نتمنى لك على طول التوفيق وتكوني قمر في سما هالنجوم اللي عم تسطع. شكرا جزيلا، نورتي البرنامج وشكرا لحضورك. اول شيء شكرا لكم ولحضرتكم وكادر الشرقية، واحب اشكر ايضا
في الإمارات الفنانة العراقية شمس خالد، اللي هي تستقبل كل الفنانين العراقيين. وأيضا أوجه تحياتي للفنان المبدع عادل عثمان اللي كان حريص أنه يستقبل أي فنان عراقي. فأقول الشمس شكرا يا غالية، وشكرا يا أستاذ عادل، وإن شاء الله أكون دائما ضيفتكم وضيفة قناة الشرقية إن شاء الله. شكرا جزيلا. إن شاء الله. شكرا لحضورك. شكرا لك. واللي يصعد